لشخصيتك اللي انت عم تديها. فانت فعلا متعبه بنفس الوقت حتى ما يعني اكيد هو مريح ومتعب للامانه. يعني كمحصله انا كثير كثير محظوظ، وانا شكرا كثير على الكلام يعني اللي حكاه يعني باسم وامانه وصديقي الاستاذ محمد وماهر. انا بدي احكي شوي هيك عن شيء مهم بعلاقتي انا وصديقي ابو عمر. انا دائما بلاحظ وقت من خلال مجموعه من اللقاءات كمان صار عندي خبره انه الكاتب اقل شخص بيحكي. ايه لانه هو يعني هو يفرغ كل ما يقوله بهال 500 مشهد. عرفتي كيف؟ هلا الاستاذ محمد الحقيقه انا كثير كثير سعيد وانا محظوظ جدا انه الامانه انه انا مشان هيك انا متمسك بشراكتي انا وياه. هي تجربتنا الثالثه بعد اسير الانتقام، التجربه الاولى ليل ورجال قاع المدينه، هو باختصار لانه في لغه مشتركه بتحكم العلاقه بيناتنا، في نوع من الاريحيه الى حد كبير، بنتفق على كثير من القصص. هلا ربما نختلف على كثير من القضايا والاختلاف وارد، بس كمحصلة نحن بنصل لصيغة متفقين تماما تماما عليها، ونحن الآن بطور تجربة رابعة إن شاء الله هذا العام. ربما تكون عشوائيات. ما لنا مانعين إذا كانت النتيجة. لا هي بتفتح الشهية. تمام، هي بتفتح الشهية. أنا طبعا زرت عوالم كثير. أنا زرت اللوكيشن عدة مرات وشفت شيء بيخليك لسه تستمر تكتبيها لأنه عالم غني جدا. صحيح. أنا بحب أحكي شغلة بس على قصة الشلالية اللي كنتوا عم تحكوا عليها للصحافة تحديدا. يعني نحن إذا شفنا هاي الشلالية على فكرة طرحناها شراكة بس هن بيحبوني. يعني إذا هاي الشلالية ينتج عنا شيء مهم فوين المشكلة؟ شو المانع؟ يعني إذا كان هذا المخرج بيحب هذا الممثل وهذا الممثل وهذا وعم بيحطهم دائما بمقرنتهم وعم ينجحوا سوا، هلا بتعرفي شو بس مدام مانا، يعني بجوز يكون في ممثل اخر مثلا او مدير تصوير اخر او صانع موسيقى اخر ممكن ينجح في هذا المكان بس ينعطى الفرصه، فبسبب هي يعني انا برايي الخاص طالما في نجاح الآخرين. طالما في نجاح لهذا التعاون معناتها ما في حكي يقال. لما بيكون ما في نجاح بالعكس في مس كاستنج يعني تمام. او في غلط اوكي يحكى كثير بس طالما كثيرة. التعاون بين مخرج مؤلف او ممثلين او اي حدا من الفنانين في نجاح في تجربه مهمه لا يحكى ابدا عن هذا الكلام. ماهر انطرح موضوع مهم لما كانوا الأساتذة عم يقيموا علاقتهم مع بعض خريج المعهد العالي للفنون المسرحية. كفى الأستاذ سمير دراسات ببريطانيا، الأستاذ باسم خريج، المدام أمانة خريجة. هل هي الميزة الأكاديمية ضرورية فعلا لاستمرارية النجاح؟ إيه طبعا أكيد. يعني شو أهمية الميزة فعلا بالدراسة؟ يعني حكيتي نور اللي هي كلمة السر، يعني الأكاديمية تعادلها المعادل الموضوع إلى على أرض الواقع هي الاستمرارية. هاي الشيء اللي خليك بتطمني. هلا إحنا بشكل عام إذا بتعمل هيك نظرة على الدراما السورية على صناع الدراما السورية، نحن الدراما فيها خريجين أكاديميين وفيها أولاد كار، يعني ناس تربوا بهالكار وطلعوا، أوكي؟ هلا كثير منهم عم يقدموا شيء مهم، الأكاديميين وغير الأكاديميين، أوكي؟ ولكن دائما أنت يكون عندك هاجس شوي لمن لأولاد الكار اللي تربوا بالكار إنه شو بعدين؟ الأكاديمي ما يطيبك هذا الهاجس. اللي تربوا بالكار انت بتشوفيهم مثلا عمل عملين وثلاثة، وانا هلا بهاللحظة بس عم بحكي عليهم، انا ما عم قلل من قيمتهم بالعكس، ان قدموا شيء مهم، بس دائما انت تطلعي انه اوكي هو عنده ثقافة مخزون نتيجة شغله بهالكار، هذا المخزون تراكم. قد يفرغه بمسلسل او اثنين او ثلاثة او اربعة او حتى عشرة، ولكن شو بالنسبه للمسلسل ال11؟ هلا بنشوف هذا الموضوع عم نشوفه احنا بشكل اساسي بالكتاب، كتاب السيناريو وبالمخرجين. عرفتي شلون؟ بتلاقي مثلا اسم معين ككاتب سيناريو فات بمسلسلين فظيعات يقاربوا الحياه، بس يجي المسلسل الثالث ما في شيء. عرفتي شلون؟ ليش؟ لانه هي مخزونه فضاه بعملين، اجى الثالث ما عنده شيء، نفس الشيء المخرج. هلا الاكاديمي بيطمنك، الأكاديمي دائما عنده شيء ثاني، يعني بدءا من الممثل أو حتى الكاتب أو حتى المخرج، هذا عنده زي ما تقولي هو يعرف الصيد، هو يعرف فن الصيد، بيفهم سلوك السمكة، عرفتي شلون؟ يعرف إنه المشكلة، يعني القصة مش بس فقط رمي سنارة، الابن الكار بخزونه ثقافي علمه إنه كيف يرمي السنارة، بس دائما أنت تخافي شو بعدين؟ طب بلكي السمك ما اجى مثلا، اوكي؟ هلا فيما تخص هاي الاكاديميين، اذا بدنا نجي مثال تجربه الاستاذ سمير، هلا قد نختلف جميعا انه استاذ سمير بالمسلسل الاول منين بلش؟
او المسلسل الثاني او الثالث، انه شو المستوى الفني اللي قدم استاذ سمير فيه. قد نختلف انه كويس عالي عادي بتواضع الاخر، بس ما حدا بيختلف انه الاستاذ سمير مسلسل ولا مسلسل عم يتقدم. شلون؟ هون 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 استحقاق الاكاديميه. نفس الشيء الممثل، الممثل دائما دائما يعني هلا هلا مثل مثلا باسم او حتى المدام امانه، يعني معقول بحياته مسيرته الفنيه ما قدم يعني شخصيات تتقاطع؟ احنا ضد انه يتقاطعوا بنفس العام، بس يمكن باسم قدم شخصيه لا تتقاطع من قبل 5 سنين. هلا استحقاق باسم انه انا اشوف باسم بهالشخصيه غير بالشخصيه القديمه، عرفت شو؟ هلا باسم لو ابن كار ما عنده الا هالمخزون الثقافي اللي قدم فيه هذيك الشخصيه، حيرجع يستنسخ حاله باسم هالشخصيه، وما بدي اسمي اسماء بس موجوده هاي الحاله. طيب بدي رد انزالك علاقتك بالجلسه. ايه هاتي يلا انا كتبت عن عمل قاع المدينه بانه هو تناول بيئه العشوائيات بشكل يعني منغلق تمام. بدون ما يكون له ارتباطات مع العالم الخارجي الا بخيوط دراميه ضعيفه. يعني عن فكرتك اذا نتقبل النقد. انا كان كلامي واضح. اذا بتشوف الخيوط الدراميه اللي كانت تدار في هذه المنطقه العشوائيات هي خطوط متماسكه، خطوط حيه، خطوط فيها حدث متسارع لاخره، عرفت شلون؟ خارج هذه المنطقه حتلاقي عندك خطين رئيسيات، هذول الخطين الرئيسيات يعني اولا انا اعتقد لو شلناهم من العمل ما حيخرب شيء بالعمل، وهي واحدة من النقاط اللي ممكن انت تديني فيها الخط. يعني انت يومت ما يكون في عندك خط درامي تتصور انه نزعه بسهوله ما بيأثر على العمل فهو خط ضعيف. اوكي، او هذا الخط اذا كان منفرد عن هاي الخطوط الثانيه فيجب ان هذا يكون خط متكامل بحيث يكون هو بنفسه بحجم مسلسل. هيك على الاقل انا بفهم. عرفت شلون؟ هلا الخطين اللي كانوا برات هاي البيئه هن خطين يعني بوجوه احاديه، خط اللي هو كان يمثله الاستاذ ايمن زيدان اللي هو جوداد، يعني هذا رجل الاعمال اللي احنا ما شفنا منه الا جانب واحد كيف بده يقع بسكرتيراته بالصبايا الحلوين، عرفت شلون؟ بشتى الوسائل، وكانه هذا رجل الاعمال صاحب السطوه وصاحب هالاموال وصاحب هالشركات، ما عنده شغله، تصوري ما عنده شغله الا يحط الليره بالمي ويفكر كيف بده يطلعها بس عشان يقهر صبيه. يعني تصدري هالقصه هلا قد في الحلقه 27 بالحوار نكتشف انه هو عنده مشكله مع المراه، عرفت شلون؟ هلا ضمن هذا المنطق اوكي بقبله، بس ايمت بقبله؟ هو يوم ما يقدم لي اياه بالبدايه انه عنده مشكله، يعني اللي ورد بالحوار بال 27 يقول لي اياه بالحلقه الاولى لحتى اصير انظر انه اخي هذا عنده مشكله وبس. ومع هيك هذا الخط اذا شلناه كله شو المشكله؟ ما في اي مشكله، ما في اي تقاطع. يعني تصير مثلا رجاء بتحكي عن شخص اسمه ام ماهر بزمانات اشتغلت عنده واغتصبها، انتهى الموضوع بلا ما يروح باسم ياخذ يهدده. شو رايك استاذ محمد؟ بلا ما يروح يعرف. اختلف معه اختلاف جذري. بحكي على الخط الثاني كمان. هذا الخط تبع غسان مسعود، اوكي؟ خط غسان مسعود شو علاقته بالبيئه؟ علاقته بالسيئه انه هو رفيق طلال. كم مشهد شفناه هو طلال؟ ما بدي غسان مسعود ينزل يشوف اللوحات غرقانه، عرفت شلون؟ ما خليه يتدين من استاذ عنده بالمدرسه، مو طلال استاذ مدرسه، خليه يتدين، عرفت شلون؟ هلا خط حلو ماشي، بس بعدين شو؟ يعني هي الاشكاليه، عرفت شلون؟ انا على الاقل انا بالنسبه لي بس اشوف في خط استطيع انه انا انزعه هيك بسهوله من العمل بدون ما ياثر على صيروره العمل، فانا شخصيا بقول هذا خط لا ضرر له. عفوا بس بعدين وين هالعلاقه؟ بس حتى نحن فتحنا فعلا محور وين هالعلاقه وين هالعلاقه الحميميه بين هدول البيئتين؟ هذه العلاقه اقتصرت على كلمه على حادثه اغتصاب للرجاء، عرفت شلون؟ لا يبنى على اسرى حدث يعني ما يبنى على اساس احداث دراميه الا والله انه تحمس معلم جاد وراح، عرفت شلون؟ وفي الخط الثاني عرفتي هو خط بس ماهر له، هذا خط كان عظيم وجميل، عرفت شو؟ يعني هذا الخط الوحيد اللي انا التقطته حار حلو قوي مقنع جميل، عرفت شو؟ كان كثير لائق، عرفت شو؟ محور رولا وعلاقتها مع طلاب الجامعه وهالخط، اما ما عدا ذلك انا فينا انتزع. طيب. يعني عفوا بس كثير استاذ سمير لا بس لانه مو لا يعني بس رح نشوف استطلاع كمان للاراء الناس حول السلبيات. بس انا مهم احكي على هذا تمام إيه. وبدنا نحكي عن كل السلبيات او الانتقادات. برأي حضرتك شو هي السلبيات اللي وردت بمسلسل قاع المدينة؟ هلا يمكن في شوية قساوة، يعني في كثير عالم يمكن يعني تنزعج من قساوة موجودة، بس هي موجودة يعني مطروحة بشكل جريء كثير. هي بعتقد هي شيء أكثر شيء سلبي بالموضوع. يعني هي شخصية أيمن زيدان كثير كانت سلبية بالمسلسل، يعني ما كانت يعني نفرتني منه مع حدا حسن، يعني في منه ما تابعه يعني كذا وهيك قليل اللي تابعه.
يعني من بنت لبنت وكذا والقصص هاي ما في فيها شيء بس اقل من هيك يعني مو انه بالمجتمع هذا تبعنا. دكتور ايمن زيدان انه كثير نظرته السلبيه ضد المراه انه دائما هي المراه الخاينه بس انه بدي اسال الكاتب انه ليش هيك المراه دائما عنده انه حطها بهالموقف بالعكس هي المراه مو خاينه دائما الرجل بيخون. النقاط السلبيه انه بيورجيك الدنيا سوداء يعني انت بتلاقي كل الناس ما فينك تثق فيهم ما فينك يعني في كثير هو هيك الدنيا هو هيك الدنيا بس يعني كثير مسود الدنيا بوش الواحد. القصه هي تبع ايمن زيدان تبع انه تاج حيدر مثلا مثلا يمكن تسوي انعكاس عند الاطفال مثلا البنات الصغار لما يجوا البنات الصغار يشوفوا هيك مشاهد على التلفزيون القصص راح تصير البنت تخاف من المجتمع مثلا وخاصه انه خاصه البنات مثلا ما عندهم حدا يجي يقول لهم انه هي القصه نادره مثلا وهي القصه ما بتصير بالمجتمع انه يعني عم يركزوا بس على هالجانب هذا كثير. احلام ضاعت بالفضا مجروح ما عنده حدا. قبل الاستطلاع كان الاستاذ ماهر عم يناوش شوي ويحكي عن السلبيات المتعلقة بقاع المدينة، عشان بس أذكر بشكل سريع اللي حكى يعني كان عم يحكي إنه ارتباط البيئة كان كتير بعيد أو ما في ارتباط بين هي البيئة وبين العالم الخارجي إلا بتفاصيل معينة، خطوط درامية كتير كانت ضعيفة ممكن تنقام، بالنسبة له أي خط ممكن ينقام معناتها ما له ضرورة لحتى يتواجد بالعمل. بعدين تابعنا استطلاع على ناس فكان في حديث كتير على كمية القساوة والكآبة الموجودة بالعمل، كان في فكرة عن كيف انطرحت المرأة بالعمل، يعني في شاب ويمكن يعني هي القضية شوي بتفكر فيها بهذا السن اللي هو بتوقع بالأول العشرينات، عم يحكي إنه كيف ممكن مثلا صبية صغيرة ما في أشخاص يوجهوها إنها تقدر تتفرج على هي المشاهد، قديش يعني الدراما هي لازم تكون معنية بهذا الخط التربوي ولا لا هي بتقدم الواقع. ما بعرف، نبدأ مع الأستاذ محمد جاوبنا عن الخطوط الدرامية البداية اللي حكى عنها الأستاذ ماهر. هلأ الأستاذ عم يقول إنه هناك خط ممكن ينقام وما يأثر على العمل، أنا بختلف معه بشكل جذري. يعني شخصية أبو ماهر هي شخصية وضحت العلاقة ما بين الأب والابن والتربية السيئة. يعني أبو ماهر هو اللي أدى لضياع ابنه ماهر وهالسلوك السيء اللي كان يمارسه بالجامعة وعلى زملائه، فكان كمان يجب أن تبرر هذه الشخصية. يعني سلوكه هذا لازم يكون من الأصل بأبو ماهر موجود. أبو ماهر هو إنسان مريض وعنده عقدة نفسية ويعتقد أنه زوجته خانته، وبالتالي عكس هذا الشيء على ابنه، وابنه عكس هذا الشيء على زملائه وعلى البنت اللي أسألها وسماها الشرشوحة وإلى آخره. فهذا الخط لو سحبناه ما لح يكون في عنا مبرر لأفعال ماهر. ماهر أفعاله ضرورية جدا كانت في العمل، وإذا ما تبررت فمستحيل أنه يقبلها المشاهد. أما بالنسبة لشخصية أبو ماهر أنه هناك ممكن الفتاة تخاف، ليش نحن ما نقول أنه نحن هذا الشيء اللي عم نظهره ونسلط الضوء عليه يجعل عند البنت حالة الحذر؟ ليش نسميه خوف؟ ما نسميه حذر؟ ما نسميه توعية؟ ما يكون بالنسبة لها ثقافة اجتماعية؟ يعني أنا بختلف معه تماما على أنه هذا الخط ممكن أنه ينصب. ثانيا خط استاذ غسان. استاذ غسان هو كان اصلا مع زهير من 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 بيئه العشوائيات، وحاله هالانتقام اللي عم يقوم فيها زهير نتيجه فقر وظلم تلامس مع شخص ثري او وضعه المادي حسن، فعم نشوف كمان شو بياثر هذا الشيء على نفسيه هاي الناس وقت بتحتك ببعضها. حقده على النجاح وعلى الثراء. هالتأثير هذا كان لازم يظهر. فأنا ما بشوف أنه الخطين ممكن أنهم ينسحبوا. طب أستاذ سمير، يعني فيما يتعلق بالفكرة اللي انطرحت أنه في كمية ظلم وأساوة وكآبة كبيرة بالعمل، ويعني عم نشوف أنه في طغيان للشر للحد كبير، كنا متعودين بالدراما بس يعني كان شيء بيشبه افلام الكرتون الحقيقه، كانت انه دائما في انتصار الخير للشر، اليوم عم